ازيك يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ربكم بخير. النهارده فيديو مميز وجميل جدا قوي قوي قوي. كتير قوي طلبوه مني واسئله كتير قوي جات لي، ازاي بدات مشواري في الاكل الكوري وازاي بدات قناتي على اليوتيوب وليه كوريا بالذات واشمعنى كوريا يعني. فالنهارده فيديو جميل قوي بصراحه، ان انا هتكلم عن حلمي وكده وبدايه مسيرتي في الطبخ الكوري، وفي نفس الوقت مش هنضيع بس الفيديو في الكلام وذاتس، لا احنا كمان هنعمل حلويات كوري. بصراحه انا حبيت ان انا اعمل حلوى السامبيونج بمناسبه الربيع وكده في كوريا، وفي نفس الوقت اكلمكم عن هدف قناتي على اليوتيوب، برضو انا حبيت كوريا ليه. فستي تيوند ويلا بينا نكمل الفيديو. اول سؤال دايما كان بيتسال لي هو ازاي حبيتي كوريا، اشمعنى كوريا بالذات؟ والله بصراحه يعني كانت بدايتي مع ماما هي اللي حببتني في الكوري. فمامتي من وانا في اعدادي يعني من حوالي 12 سنه كده، هي مدرسه جغرافيا وتاريخ، فبتحب تتفرج على اي مسلسل تاريخي عامه بشكل عام، مش بس يعني كوري يعني. فبالتالي يعني كانت بتقلب في التلفزيون ولقينا مسلسل اسمه الاميره جاميونج على كوريا تي في، فبدات اتفرج معاها عادي كاي بنت مثلا بتتابع مسلسل مع مامتها وهي صغيره. فاعجبت قوي بالمسلسل، يعني شكل اكلهم، شكل لبسهم، لغتهم، يعني بصوا حاجه مختلفه تماما، حتى شكلهم كمان يعني غيرنا تماما من حته بقى العيون الضيقه وكده، مش بقى بصلها الموضوع تنمر بقى ويد عنهم ضيقه وياي الكلام ده، لا بالعكس جدا. يعني انا شفت حاجه مميزه فيهم على فكره، بتميزهم عن اي حد تاني. فعامة يعني انا من هوايتي من وانا صغيره كنت بحب الطبخ جدا، يعني ماما لما كانت بتقف في المطبخ كانت بتطبخ وكده، انا بحب يعني امشي وراها في كل حاجه بتعمل ازاي، طب بتعمليها ازاي، وهكذا وكذا وكذا. فبالتالي انا بدات اتعلم الطبخ من هي المصري، وبالتالي انا حبيت الاكل الكوري وعشقته بسبب تنظيم الاكلات عندهم والالوان، وان هو مختلف تماما عننا. طبعا هو طبعا الكوري في حاجات كتير قوي مشابهه ليه في مصر، بس يعني عامه كبدايه يعني ما كانش في اي حاجه شبيهه بيه. فحبيت بقى ان انا اندمج في الموضوع واقول لماما طب انا عايزه اعمل اللي هم بياكلوه ده، الله شكله شهي قوي انا عايزه اجربه. وبصراحه يعني انا حبيت ماما جدا ان هي دعمتني في حاجه زي كده، قالت لي طيب خلاص نجربه وندور عليه في النت ونشوف بيتعمل ازاي وهكذا. فدي كانت اول خطوه في ان انا اتعلم الطبخ الكوري، ودي كانت بدايتي، دي كانت سنة 2008، وكملت لحد سنة 2015 درست المطبخ الكوري، بدأت أجيب المكونات من برة، وماما كانت بتدعمني ماديا لأن أنا ستيل كنت لسه صغيرة في إعدادي متخيلين. ووقعت بقى في حب كوريا والكي بوب والكي دراما وكل حاجة بقى، فبقت إيه حتى اللغة نفسها بقيت بدرسها. رغم ان هو يعني اقولها لكم ازاي، رغم ان هي بعيده عن تخصصي تماما، يعني انا اصلا خريجه تجاره جامعه القاهره، فانتوا متخيلين ان القسم محاسبه يا جماعه، بس ستيل برضو ما بعدتش عن حلمي وان انا احقق حلمي، وان انا في يوم من الايام اسافر كوريا، وان انا انشر الثقافه الكوري هنا في مصر، وان انا ابقى كي انفلونسر ومراسله. فيعني برضو الحاجه ما بتجيش بالساهل، يعني انتوا متخيلين انا كام سنه قعدت، فانا 12 سنه و8 سنين تخصص مطبخ كوري. فلا لا يا جماعه الموضوع كبير قوي، مش زي ما انتم فاكرين، الموضوع مش سهل والله. تعبت وتعورت وقعت ونزلت وطلعت ونزلت تاني، اصل الواحد ما بيكبرش، او مثلا الواحد ما بيتعلمش بسهوله، بتغلطي وبتطلعي تاني وهكذا. فالواحد بقى طبعا بتوفيق ربنا عامه، يعني كبدايه بتوفيق ربنا كل حاجه بتتحقق، وسبحان الله بعد 12 سنه اهو حققت حلمي في ان انا اسافر كوريا، وان هو تم اختياري كافضل مؤثره كوريه از كي انفلونسر وكده يعني. وسافرت كوريا وتم دعوتي هناك واخدت جوله 10 ايام وهكذا. بس كان هدفي اصلا في البدايه ان انا اخش الاكاديميه عشان اقولها لكم ازاي، تكون فور فن، يعني انا بحب الحاجه اللي انا بعملها، ان انا مش ما كنتش عارف اصلا ان هم هيسفروا حد او حاجه زي كده. فكنت داخلاها بهدف ان انا مش بلعب، مش لعب، هو ايه حاجه بحبها، حاجه بحب اعملها اللي هو الطبخ الكوري، فانا داخله بقناتي على اليوتيوب وهكذا. ونيجي بقى للسؤال التاني، هي ايه محتوى قناتي وليه انا عامله قناه على اليوتيوب وهكذا؟ لان كتير قوي
كلموني وقالوا لي طب احنا عايزين نعرف نعمل الاكلات ديت، لان انا كنت يعني اعتبر كان كل حياتي على الاول على السوشيال ميديا على الفيسبوك والانستجرام، فكله كان متابعنا على الانستا والفيس. طب احنا عايزين نتعلم الحاجه دي، طب ممكن تعمل لنا فيديو، طب ممكن تعلمينا الوصفه ايه هي، لان الكتابه عاده ساعات عامه ما بتبقاش مجزيه قوي، احنا عايزين نتفرج على الفيديو نفسه ونشوف الحاجه وهي بتتعمل، لان الكلام برضو ستيل ما بيتفهمش قوي. فبالتالي انا سنه 2019 انشأت قناتي على اليوتيوب، طبعا بتشجيع اصحابي وتشجيع الناس اللي بتتابعني ان انا اعمل قناه على اليوتيوب وابدا بها ان انا انزل عليها وصفاتي للاكل الكوري والوصفات المشهوره عامه لاي حد يقدر يعملها في البيت. فدي كان سبب قناتي على اليوتيوب وده محتوى الاساسي لقناتي. طبعا انا بنزل حاجات كتيره تانية غير الطبخ، زي ان انا بعد ما بقيت مؤثره كوريه از انفلونسر وكده من السنه اللي فاتت، يعني دي السنه الثانيه بالنسبه لي اهو، فبدات ان انا انشر الثقافه الكوريه هنا في مصر بالنسبه للحاجات اللي بتحصل في مصر، يعني مثلا فعاليات بخصوص السفاره، فعاليات بخصوص المركز الثقافي الكوري، المسابقات، الحاجات اللي بتحصل هنا مثلا الناس نفسها تروحها، مثلا حاجه كوري بتحصل، كي بوب فيستيفال مثلا بقوم اعلن عنه على قناتي على اليوتيوب، وعشان الناس اللي متابعيني يعني ممكن اعتقد تقريبا اللي متابعيني اكتر من 8500 مش فاكره على اليوتيوب عامه، يعني فناس كتير قوي مش عندي على وسائل التواصل الاجتماعي التاني زي الفيسبوك او الانستجرام، فيعتبر بيعرفوا الحاجات ديت من خلال اليوتيوب عندي، متخيلين؟ فده محتوى قناتي عامه بشكل عام، يعني ان هو اهم حاجه يعني الطبخ، وتاني حاجه ان انا بنشر الفعاليات اللي بتحصل في مصر اللي بتخص كوريا وبس كده. نيجي بقى للسؤال التالت. طيب اوكي، طب انتي سافرتي كوريا ازاي؟ سافرت كوريا ازاي؟ ان انا السنه اللي فاتت اشتركت في اكاديميه الكي انفلونسر. الكي انفلونسر ديت اكاديميه اونلاين تبع كوريا نت، وبت يعني اقولها لكم ازاي، لازم يكون عندكم قناه على اليوتيوب. فانا كانت الموضوع مصادفه بالنسبه لي، يعني ان انا اوريدي عندي قناه على اليوتيوب فدخلت الاكاديميه، فده الشرط الوحيد كان بتاعهم ان انت يكون عندك قناه على اليوتيوب وبتنشري الثقافه الكوريه من خلالها. مش لازم بقى طبخ وكده، لا، اي حاجه انتوا بتحبوها بتعرفوا تعملوها، زي الطبخ بتعرفوا تكتبوا بالخط الكوري الكاليغرافي، بترسموا بالكوري رسومات، الالعاب الكوريه، بتعملوا مجسمات كوري، ديزاينر للهاند بوك، يعني مثلا في ناس هنا في مصر بتعمل ديزاينز للهاند بوك، بيصمموا الهاند بوك فعليا، وهكذا الخ 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 الى اخره، وزي برضو ايه الطبخ الكوري. فانا كان هدفي الاول في الاساسي هو الطبخ، وفي ناس كتير قوي عندها مواهب بتخص الكوري، واهمهم طبعا الكي بوب والدانسرز بقى وكده، واللي بيغنوا واللي بيرقصوا وهكذا يعني. فدي كانت اهم حاجه عند الاكاديميه ان انت يكون عندك قناه على اليوتيوب بتعملي فيديوهات وبتنزليها على اليوتيوب، ومن خلالها بتنزل كل شهر ميشنز، يعني مهمات بتنزل كل شهر وبتعملي المهمه دي لمده 6 شهور مثلا وبس كده. وفي النهايه بيختاروا 5 اشخاص على حسب جوده الفيديو، على حسب الثقافه الى او هلكوا ازاي، يعني مدى ارتباط الفيديو بالمهمة اللي هم ادوها، وبيختاروا في الاخر 5 يسافروا كوريا وبس كده، متخيلين؟ مفيش اسهل من كده. اتمنى كمان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من حاجات كتيرة قوي ومن معلومات كتيرة قوي اضفتها لكم بخصوص الاكاديمية وعلى حلمي، وكمان ان انتم متفقدوش الشغف في اي حاجة، كملوا حلمكم متفقدوش الامل، استمروا وان شاء الله ربنا هيوفقكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد، باي باي، ما تنسوش اللايك والاشتراك. Thank you.